كيف أتعامل مع الرجل الذي يقلب الطاولة عليك ويدخل بعينك علماً أنه هو الغلطان؟ أول شيء أنت كثير مؤدبة كثير يعني كثير أنثوية في الوقت الغلط يعني لما شخص يقلب عليك الطاولة ويدخل بعينك ويقول لك أنت لا لأنك أنت سويت كذا لأنك أنت سويت كذا يعني ليش ما تقولين إيه بس أنت الغلطان لأنه أنت سويت كذا وكذا 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 صح ولا لا؟ فيه زاويتين مهمتين لازم تشوفينهم. أنا لا أقبل إنه طرف في العلاقة يكون متهم لأن الطرف الثاني ما يبغى يكون هو المسؤول. غير مقبول يعني. وهذا فن يجيده الرجل صراحة. يعني الرجل يجيد إن يحط المرأة كبش فداء بسرعة قبل ما ينحط هو في الموضوع. فعلى قولتهم يتغدى عليها قبل. وهذه من سمات الصيد. سمات صيد يعني خلني أطب عليها وأقلب الطاولة نسويها. طب على فكرة رحنا يعني ترحنا في علاقة وأزواج وإحنا يعني أسرة يعني إحنا مو في البر وإحنا مو ذياب وكذا. شلون يعني يبغى فترة الرجل عشان يفهم هذا الموضوع. المرأة ما تقوم بهذا الدور في الغالب. ما تقوم بهذه الحركة إنها تقول سويت هذا الشيء أنت لأنك تأخرت لأنك كذا كذا صار كذا عشان تبرر نفسها يعني عشان تطلع نفسها يعني زي الشعر من العجين زي ما يقول. الرجل يقوم بهذا الدور طوال الوقت ليه؟ عشان يبغى يفوز، عشان ما يبغى يكون ما يبغى يلوث يديني، يبغى يطلع نظيف، يبغى يورط أحد. وهي سمة ذكورية وهي جيدة في مواضعها، جيدة في الحرب، جيدة في السياسة، جيدة في البر، جيدة في الصيد، بس عارف الأسرة هذه تدمر أسرة. لذلك مهم ان نعرف ان احنا نحتاج ان ندير الامر بطريقه ذكيه. ومن اهم اساسيات اداره هذا الامر عند المراه والرجل انه المراه لا تقبل تحت اي ظروف تحمل مسؤوليه شيء ليست مسؤوليتها. ما تقبل ابدا. لا ما المفروض انها ترضى. ما المفروض لأن الموضوع راح يكون مرة 2 3 10 20 100 200 خلاص طوالي وأنتي ماشية طول العلاقة. أي خطأ في الدنيا إن شاء الله يعني صار في برق ورعد أنتي سبب المشكلة لأنه أيا كان. لذلك مهم إنه مبكرا المرأة ما تحط نفسها ما تقبل على نفسها أنها تكون هي سبب لهذه ال يعني ما تقل يقرب عليك الطاولة يدخل عينك لا مو أنا الغلطانة لا مو أنا اللي سويت كذا لا يعني لا ما هو أنا. هنا يأتي برضو الدور الأنثوي الجيد عشان شوي يوازن اللخبطة اللي عند الذكورة في هذا الموضوع. إنها مرات هي تحتاج إنها توجد كبش فداء معين عشان تقول إيه سبحان الله الظروف صارت كذا يعني انت مو السبب عشان ما يدخل يعني يحتاج يسوي هو يحتاج يدور كبش فداء فهي تساعده على ايجاد كبش فداء عشان ما يصير في ازمه في الاسره. برضه شيء يعني مهم مرات انه لما تصير مشكله مباشرة المرأة إنها هي تتحدث إنها هي مش السبب وإنها هي ما كانت سبب لهذه المشكلة وما كانت هي متسببة لهذه المشكلة. وعلى فكرة الرجال يفهمون جيدا يعني كل رجل يفهم المرأة اللي قدامه يفهم جيدا هي راح على قولتهم تشيلها ولا ما تشيلها، هي راح تتحمل اللوم ولا ما راح تتحمل اللوم. يفهم اليوم وبكرة وبعد بكرة. لما اليوم تقول لا مو أنا اللي سويت الغلط لا مو أنا راح يفهم في النهاية إنه ما يقدر يرمي عليها الغلط كل مرة. حبيبتي
H O Z. توك خلصت الدورة، ممتاز، أهم شيء إنك استفدتي. طيب أعتقد إحنا على وشك نخلص، خلونا نأخذ آخر سؤال. خلوني أفهم كيف جو الرياض، كيف كذا يعني، مكيف بدون مكيف؟ ليش كثير بنات يتزوجون ينصدمون بعقلية أزواجهم؟ كيف يعرفون خلال فترة الخطوبة؟ أماني حبيبتي، أسألك سؤال بطريقة برضو متوازنة عشان يعني تلبسين حذاء الرجل. ليش كثير من الرجال يتزوجون وينصدمون بعقلية نسائهم؟ كيف يعرفون ذلك خلال فترة الخطوبة؟ احنا نصابين باختصار على بلاطة مش حقيقيين، ونحب انه نبين الجانب الجميل والرائع مننا، ولا نبين حقيقتنا في الغالب الا في ظروف معينة. وفي بداية التعارف، واللي حضر معي دورة غداء منتصف الليل يعرف هذه القاعدة، في بداية التعارف الناس كلهم يلمعون انفسهم، كلهم عن بكرة ابيهم، عن بكرة يا دوب تلقى واحد مصحصح يصير عادي، يصير عادي، كلهم يلمعون انفسهم يحطون لماعات ويسوون انفسهم. فما بالك رجل وامرأة، من جدك رجل وامرأة يعني فترة خطوبة شو بهم يسوون؟ هذا دورهم تجاه بعض، دورهم كل واحد يشوت، شوت نصبة، شوت نصبة ثانية، استلم ويلا. في واحد يعني يسوي نفسه، يعني تشوفين الأسئلة عندي، تشوفين أسئلة البنات تقول لك واحد ما عنده عيوب عسى ما يتزوج علي. هاي ترى مو أول مرة تجينا. تذكرون يوم كلمتنا ما أعرف شو اسمها، مين، حنان أظن، نفس الشيء تقول لك يعني رجال كلش ما فيه عيوب، كلش ما فيه عيوب يعني، وانا عارف عيوبي ومتورطه وكذا. ايش رايك، ايش رايك، ليش البنات قاعدين يقولون هذا الكلام؟ ليش مضحك عليهم؟ مخدوعات، ماكلين الموضوع، مصدقين القصه. نفس الشيء ترى لو الرجال تكلموا، بس مشكلتهم ما يتكلمون، مشكلتهم ما يتكلمون. لو في رجال الحين بيكتبون لي، ترى بيكتبون لي نفس السؤال، وبيجون بيقولون نفس القصه، ويجون يقولون لك والله أنا لقيت بنت يا الله تجنن كاملة والكامل رب العالمين، شيء وأنا من رأسي لأساسي فيني عيوب، بس والله صراحة لقيت بنت جيدة ما يدري فيها عيوب. نفس الشيء، فإحنا يعني خذيها قاعدة مني، إحنا نصابين مخادعين كذابين، يعني الأشخاص الحقيقيين يعني معدودين جدا في الحياة، والأشخاص اللي ما يقدمون أنفسهم بهذه الهالة واللمعان والمبالغة في جودتهم في روعتهم، وإنهم طيبين وإنهم رائعين وإنهم يعني مرات تقولين طب وين الشريرين؟ والله مرات يجيني هذا التساؤل، مرات يعني تجيني مثلا استشارات على الخاص، كثير ناس يعني تبكي وتحط يعني فيس يصيح، وناس تقول وانا تبهذلت وانا تعذبت، وناس تقول وانا طيبة وانا قدمت وانا عطيت وانا قاعدة اتحمل امي وانا قاعدة اتحمل وانا زوجي ساعدته وانا ما ادري وانا زوج سويت لها وانا ما تقول يا ربي وين الناس الشريرة؟ وينهم؟ وين الناس الشريرة يا جماعة؟ فهذه أحد يقول شوفي والله شوفي أبغى أقول لك بسأل سؤال، بس ترى أنا شرير، ترى أنا عندي سايد شرير، سايد يعني أسود كذا، وعندي سايد يعني جيد، بس بقول لك أنا وش سوى هذا السايد، وش سويت هنا يوم صار كذا وأدبتهم صراحة، طلعتهم العين الحمراء من هنا يعني، وبعدين عاد تسامحت وقلت يلا عدي دام إني يعني أخذت حقي وكذا، وبعد ما في أحد يتكلم بهالطريقة. ما في أحد، ما في أحد، مع أن كل الناس عندهم
الشيء، عندهم كذا وعندهم كذا وكذا وكذا. فهذه الحقيقة إنه إحنا يعني إنه إحنا ما نعرف الحقيقة وبعدين نصدق الحقيقة. وخذيها على مستوى عام، خذيها على مستوى عام، إحنا ما نعرف أنفسنا، لأن برضو ننصب على أنفسنا ونكذب على أنفسنا، ننصب ونكذب على أنفسنا صدقيني طوال الوقت. لذلك لما يجي شخص يضرب قاع، يضرب قاع ويدخل في صدمة وفي ألم ويواجه حقيقة، ينصدم، ينصدم، يا الله ما هذه الحقيقة اللي عرفتها عن نفسي. في الصدمات عاد تفرج كتالوج أول مرة تقرأه عن نفسك. أغلب الناس في الصدمات كأنهم فضلوا الكتالوج وبدأوا يقرأون الكتالوج، واو أنا كذا، واو أنا أشعر بكذا، واو أنا أفكر بكذا، واو وين الكتالوج هذا؟ ما كنت عارف عن الكتالوج. هو هذا الكتالوج تبعي؟ هو تبعي؟ أنتم متأكدين أنه تبعي؟ إيه يا بابا تبعك، والله يا ماما تبعك، بس هو مغبر طول الوقت، ولا قررتي، ولا قررت أنك تشوفه إلا يوم ضربت قاع، ويوم صفقتك الحياة وأدبتك الحياة وجلدتك الحياة وأوجعتك وانسدت كل الطرق وانحطيت في زاوية، ويعني يعني خلاص تساوت الحياة والممات، شفت الكتالوج وفتحت الكتالوج وقتها تقول أنا كنت أنصب على نفسي. يعني زعلان إن إحنا ننصب على الناس، إحنا ننصب على أنفسنا. هذا ختام حلقتنا اليوم. إذا أنت زعلانة إن إحنا ننصب ونمثل على الناس، فنحن ننصب ونمثل على أنفسنا.